قامت إدارة نادي النفط مدربها الجديد عادل نعمة بشكل رسمي لقيادة فريقها الكروي في الموسم المقبل. وقال مشرف الفريق مشتاق كاظم أن المدرب عادل نعمة سيتسلم مهمته مباشرة في قيادة الفريق، وستوفر له إدارة النادي جميع متطلبات النجاح لقيادة الفريق لنتائج جيدة. كابتن عبد النعمة له بصمات كبيره مع الانديه وخاصه مع نادي الحدود. تعرف فريق النفط يعني يمكن احنا موسمين السابقين عانينا، بس الحمد لله فريق النفط دائما عودنا دائما هو كل موسم هو طموحه المربع، وهذا ما يجي من خلال كلام، يجي من تعاون، من خلال عمل كبير. ان شاء الله هذا الموسم فريق النفط يرجع لوضع الطبيعي، عودنا دائما حتى احنا فريق النفط حتى مو وضع الطبيعي دائما يحرز نتائج كبيره مع الفرق الجماهيريه. المهمه اتكلم لك بصراحه لا تخلو من الصعوبه، لكن اعتقد هاي الصعوبات راح نذللها ان شاء الله من خلال تعاون الجميع، الاداره مع الجهاز الفني مع اللاعبين ان شاء الله. تعاون الجميع هو اللي راح يحقق الهدف اللي احنا نسعى ونصبوا له. تعرف نادي النفط دائما من الانديه الكبيره على خارطه الدوري، دائما ما يقدم لاعبين على مستوى عالي المنتخبات الوطنيه خلال السنوات الماضيه. اليوم هو هداف الدوري العراقي وهداف المنتخب العراقي، هو انطلاقته من نادي النفط ايمن حسين والعديد من اللاعبين، بس انا اللي استحضرني الان ايمن حسين والعديد من اللاعبين هم انطلاقتهم من نادي النفط. احنا نسعى ان شاء الله لتقديم لاعبين على مستوى جيد لرفد المنتخبات الوطنيه.